اللي بيشوفونا عبر شاشات التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهلا بيكم في حلقه جديده وصباح الخير يا مصر. من رشيد صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. لسه بنكمل اللي بداناه امبارح في محافظه البحيره من متابعتنا للمشروعات القوميه العملاقه اللي اتنفذت على ارض البحيره واللي بتخدم عدد كبير جدا من اهالي مراكز في الموجوده في محافظه البحيره. امبارح كنا موجودين في الابعاديه تبع طبعا مركز مدينه دمنهور وتابعنا كم المشروعات اللي تم افتتاحها وردود افعال الناس على هذه المشروعات كان عامل ازاي. النهارده احنا موجودين في رشيد، عدد كبير جدا من المشروعات تمت في مركز مدينه رشيد، وكمان هيكون معانا عدد كبير من المشروعات بشكل عام في محافظه البحيره النهارده. من يمكن امبارح لما صادفنا عدد من الاهالي اتكلمنا معاهم قد ايه بينوا لنا ان هم حاسين بالفخر، حاسين بالعزه، حاسين بالانتماء لما يحسوا ان بلدهم دلوقتي بقت ما تقلش ابدا عن اي قريه موجوده في اي مكان في العالم. رشيد طول عمرها مكان الناس بتحبه وطول عمرها بتبصلها على انها نقطه الالتقاء ما بين النيل وبين البحر، كورنيش ما فيش بعد كده، لكن تم اهماله لفتره طويله قوي. لكن بقى حياه كريمه دخلت ورجعت تاني الشعور بالكرامه عند الناس اللي كانت موجوده. عظيم. الجميل كمان في الموضوع يا منى ان احنا مش بنتكلم حتى عن رشيد القديمه فقط، لا ده احنا عندنا رشيد القديمه ورشيد الجديده. طب هل سيبنا رشيد القديمه زي ما هي؟ لا، احنا النهارده هنتابع عدد كبير جدا من المشروعات تم افتتاحه بالفعل، ده بخلاف المشروعات اللي جاري العمل فيها في مدينه رشيد القديمه. عندنا مدينه رشيد الجديده، وطبعا هيكون معانا جوله كاميرا صباح الخير مصر تجولت في مدينه رشيد الجديده عشان تتابع كم المشروعات والانشطه اللي موجوده في المدينه السياحيه الترفيهيه الجديده. بالمناسبه تم ربط المدينتين بعمل كوبري عشان محدش يقول ان دي في مكان ودي في مكان تاني. عندنا مشروعات كتيره جدا في مدينه رشيد. عندنا مشروع ال25 عماره، وده مشروع سكني مهم جدا لنقل الاهالي اللي كانوا موجودين في العشوائيات الى هذه العمارات، حاجه تليق بيهم وبالفعل يكونوا عايشين في حياه كريمه. عندنا مشاريع كتيره، ولما نيجي نتكلم منها كمان تحديدا عن رشيد وميناء رشيد، احنا امبارح شفنا وتابعنا امبارح افتتاح سياده الرئيس لمحطه تحيا مصر متعدده الاغراض وافتتاحه عدد من الموانئ عبر الفيديو كونفرنس واهميه هذه الموانئ بالنسبه لمصر. الدوله خلال الفتره اللي فاتت عندها خطه مهمه جدا لتطوير كافه الموانئ الموجوده، سواء كانت الموانئ البحريه او الموانئ الجافه، لاستيعاب كافه السفن في العالم كله ايا كان نوع هذه السفن، سواء كانت سفن الحاويات او سفن البلك، مهما كان الغاطس لهذه السفن نقدر ان احنا نستوعبها من خلال هذه الموانئ. عدد كبير من الموانئ بيتم التطوير اللي حصل في هذا الميناء، اول ميناء صيد متكامل موجود في مصر. الرصيف بتاعه وطبعا هو جاري العمل على هذا الميناء في هذا التوقيت، الرصيف بتاعه يستحمل 60 مركب صيد في الساعه الواحده، رصيف مؤهل. وطبعا احنا عارفين انه لما بيكون في تطوير للميناء ما بيكونش في تطوير للميناء فقط، بالعكس ده بيخدم المنطقه كلها، وده الهدف منه هو تحويل مصر بشكل عام الى مركز تجاري ولوجستي عالمي وتطوير المنطقه المحيطه بهذه الموانئ. يمكن لما نيجي نتكلم عن رشيد وميناء رشيد هنتكلم عن طول بحوالي أكتر من 850 متر، هنتكلم عن أكتر من 12 مبنى، هنتكلم عن بشائر الخير 4 اللي عملت الخير كله وبشرت الناس بكل الخير. أهالينا في العشوائيات اللي اتنقلوا وقعدوا في مكان تاني مختلف حسوا فيه إنهم قد إيه مبسوطين وقد إيه حاسين بالانتماء. لما نيجي نقول رشيد أو روزيتا زي ما كان بيتقال عليها زمان، الوردة الصغيرة، هيحسوا فعلا إزاي الوقت اختلف وإزاي الدنيا اختلفت. يمكن لما قلنا إن حياة كريمة دخلت محافظة البحيرة فرقت في مختلف المراكز، النهاردة احنا موجودين معاكم في رشيد عايزين نقول ان اللي جاي احلى ولا ايه؟ بكل تأكيد. وخلينا برضو نتكلم في نقطة مهمة جدا، بما اننا موجودين وده الهدف اللي احنا موجودين عشانه ان احنا نرصد المشروعات القومية الموجودة على ارض محافظة البحيرة. في نوع من الناس دايما بيتساءل احنا ليه عملنا المشروع ده، ولان تابعنا طبعا فيلم المشوار اللي عرض في المؤتمر الوطني للشباب. هدف هذا الفيلم هو الوعي، ان يكون الشباب عنده وعي وفاهم، بمعنى انا شفت مشروع بيتعمل استنى اشوف المشروع لما يكتمل وبعدين اشوف العائد من هذا المشروع وابتدي اتكلم عن الجدوى من هذا المشروع وابتدي اقول تعليقي. لو عايز استفسر عن حاجه استفسر طالما انا همي هو بلدي، يعني أنا هبقى مبسوط وفرحان لما هذا المشروع يكون ليه قيمة مضافة. فهنا بنتكلم عن نقطة الوعي. الوعي مهم جدا يا جماعة، الوعي صنع شعوب، الوعي بيبني أمم. لازم يكون عندنا قدر عالي من الوعي، وده دورنا في الإعلام إن احنا نكون موجودين عشان نسلط الضوء على هذه المشروعات ونعرفكم
المشروع ده اتعمل ليه واتعمل ليه هنا، والهدف من وراء هذا المشروع ايه، العائد الاقتصادي من هذا المشروع ايه، هيفيدنا بايه. واعتقد ان كل المشروعات اللي موجوده وبتنفذ بالفعل على ارض مصر بتوفر الاف او مئات الالاف كمان من فرص العمل. في نقاط ما بيختلفش عليها اتنين، الارقام ما بيختلفش عليها اتنين، بنتكلم في حاجات بالارقام، بنشوف ازاي الوضع كان وازاي الوضع بقى. احنا بننقل اللي حضراتكم بتقولوه، احنا استضفنا الاهالي امبارح والاهالي برضه هيكونوا موجودين معانا النهارده، هنتكلم معاهم اكتر ازاي حياتهم كانت قبل كده وازاي بعد دخول المشروعات دي الوضع اختلف. بنصبح على حضراتكم من رشيد، صباح الخير يا مصر.